خليني أشارككم بأنه الحديث في العالم كله لو عملت كده بحث على أهم الأخبار عالميا هتلاقي أنه أهم خبر وأول خبر طول الوقت هو عن الاقتصاد. ودايما لما بنتكلم ونقول أنه أهم الأخبار هي أخبار تخص الاقتصاد، وبالمناسبة ما هيش أخبار مبهجة، يعني هي أخبار تخص أزمات اقتصادية عالمية موجودة في كل دول العالم، ما نبقاش بنبالغ لو قلنا أنه ده الخبر الأهم في أي نشرة أخبار حول العالم. ده بيخلينا كمان نروح لأخبار أخرى، مش نتخض يعني، لكن أخبار أكثر تفصيلا تتكلم عن سياسات نقدية جديدة. طيب حصلت الأزمة وإحنا في وسطها، إزاي الدول هتتجاوزها؟ إزاي هنعبر منها؟ إيه اللي هيتغير؟ فهتسمع كتير الحديث عن سياسات نقدية. سياسات نقدية تخص العالم كله تعاد تشكيلها ويعاد ترتيبها، وسياسات نقدية تخص مصر مثلا. مصر بدأت في الفترة الأخيرة، واللي مش قادر يلاحظ ثمار التغيير ده إنه بدأنا ننتبه إنه الكنز المخفي في السياحة هو كنز حقيقي مهم جدا أن ننتبه ليه، وبالتالي سياسة مصر في مصادر الدخل بدأت تعود إلى نقط القوة اللي عندنا، قناة السويس، السياحة، التصدير. فتلاقي إنه الأخبار طول الوقت تاخدك في هذا التوجه، تشجيع التصدير، تشجيع السياحة، التسهيل على المصنعين المصريين والاكتفاء بالمنتج المحلي عشان أوفر عملة صعبة، والخريطة بتتغير ببساطة كده. فبدل ما نفضل نصرخ ونقول أزمة اقتصادية عالمية، ينفع جدا نشوفها بشكل تاني ونقول طرق أو سياسات نقدية جديدة بتحصل في العالم، بتحصل في مصر، بتحصل لازم كمان بالمناسبة في البيوت، في الأسر. سياسات نقدية حتى على المستوى الأصغر جدا والدوائر الأصغر لازم تتغير، فكمان البيوت تعيد ترتيب حساباتها وتعيد ترتيب مواردها، ونبتدي نفكر تاني زي زمان في أنه طالب الجامعة يشتغل مع الجامعة، مش زي زمان بالمناسبة، زي العالم كله احنا في الغالب ما كناش بنعمل كده، بس دلوقتي بيشتغل وهو في الجامعة، ونبتدي ندور في مصادر دخل جديدة، وندور أننا نكون أشخاص منتجين أكتر ما إحنا مستهلكين. التفكير بيتغير، عشان كده أي حد يقول لك أزمة ويبتدي يبكيك ويبكي على الأطلال، رد عليه وقول له لا، مش بس أزمة، طبعا أزمة، لكن سياسات جديدة وفرص جديدة. وده بالمناسبة محاولة كده لتبسيط خبر كبير جدا، ويمكن كلنا لما نشوفه وسمعناه النهاردة وتم تداوله في كل نشرات الأخبار نقول أيوة، يعني ده يخصني في إيه؟ خلونا نحكي ونتكلم عن اللي بيحصل في العالم في اجتماع السياسات النقدية العالمية، إزاي بيجرى التخطيط ليها وتنفيذها، وإزاي بتصدر أصلا السياسات النقدية من المؤسسات النقدية الكبرى في العالم، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. النهاردة محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبد الله ترأس الجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. دكتور حسن عبد الله في كلمته اتكلم عن تداعيات الحرب الأوكرانية وتبعات جائحة كورونا وتأثيرهم على التوقعات الاقتصادية العالمية بكل أشكالها. اتكلم عن سبل العيش اللي احنا كنا حالا بنتكلم عنه، تغيير سياسات وطرق المعيشة. أيضا تحدث عن صناعة السياسات الدولية. أعرب كمان عن قلقه حول مجموعة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل اللي بتواجه التحديات دي كلها، والدول الناشئة اللي بتواجه تحديات إنمائية هائلة. في تفاصيل كتيرة جدا في هذا الاجتماع، وتفاصيل أعتقد إحنا نحتاج نفهمها قبل ما نقول إيه، طيب إيه الاجتماع الدولي لصندوق النقد الدولي، طب وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إيه الفرق بينهم بالمناسبة؟ دي كلها أسئلة تبدو بعض الناس يقولك دي بتاعت المتخصصين، يا عم أنا مش فاهمني، أنا كل اللي أعرفه إن إحنا بناخد قروض من صندوق النقد الدولي. لا، الموضوع أكبر من كده، والموضوع عالمي، وأعتقد إن خير من يشرح لنا تفاصيل هذا الموضوع الأستاذة دينا عبد الفتاح، المحلل الاقتصادي ورئيس شركة العلاقات العامة المسؤولة عن البنك المركزي. أستاذة دينا مساء الخير، ومبسوطين جدا أن أنت اللي تشرحي لنا بصراحة. مساء الخير يا أستاذة دينا، أخبارك إيه؟ وسعيدة أن أنا يعني بكون معاك الحقيقة. شرف لي. أستاذة دينا، عندي شوية أسئلة قبل ما نتكلم عن مشاركة أستاذ حسن عبد الله النهاردة. بعضنا عنده حالة خلط كده ما بين أصلا ما هي عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إيه الفرق بينهم؟
اختصاصات كل واحد فيهم؟ الصندوق النقد الدولي بيكون مسؤول عن السياسات النقدية، مسؤول عن المراكز المالية للدول، مسؤول عن الإقراض، مسؤول عن التضخم، مسؤول عن ضبط السياسات النقدية. البنك الدولي مسؤول عن الدعم الإنمائي، يعني اللي هو يخلي الدول دي ما تتأثرش بأي نوع من أنواع الاختلالات في السياسات النقدية اجتماعيا، ما تتأثرش اقتصاديا. فهم الاثنين بيشتغلوا بشكل متوازن بحيث ان هم يحققوا التوازن اللي موجود للدول اللي بتمر بأي شكل من أشكال التعثر، بأي شكل من أشكال الأزمات، الكوارث. هما الاثنين مع بعض بيوفروا زي ذراعي يعني الخروج من الأزمة. بالظبط، يعني نقدر نقول انه كل